رسالة عون في مجلس النواب الخميس. انشغال حكومي من الترسيم إلى الموازنة. أنغريو مسلمة لقاحات الكوليرا، فرنسا تدعم لبنان. روسيا تنشر الاحتياط مع أوكرانيا. أهلا بكم. عون في الرابية على مشارف الانتقال بعد ساعة ليكون في نادي الرؤساء السابقين، وسيبقى على اللبنانيين أن يتعايشوا حتميا مع ثلاثة أمور: الفراغ في بعبدة غير المحدد بمهلة، حكومة تصريف الأعمال بحدها الأدنى والتي يطل رئيسها في أول مهمة خارجية في مشاركته في القمة العربية في الجزائر، ويظهر التنسيق العملي بين وزرائها، ومجلس النواب الذي يقع على عاتقه إجراء المناسب بالنسبة لرسالة عون الأخيرة التي ستتم تلاوتها في مجلس النواب في جلسة دعا إليها بري عند 11 من قبل ظهر الخميس المقبل. في السراي عقد اجتماع بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وقائد الجيش العماد جوزيف عون، وترأس ميقاتي اجتماعا لاستكمال البحث في موازنة العام 2023، حضره نائب رئيس الحكومة سعد الشامي ووزير المالية يوسف الخليل ومعنيون. إلى ذلك لفت وزير الأشغال علي حمية إلى أن لقاءه مع ميقاتي جاء بناء على القرار الأخير الصادر بتشكيل لجنة برئاسة ترسيم الحدود من الجبهة الغربية والشمالية مع كل من قبرص وسوريا، وقال ستتم مقارنة الأمور بشكل هادئ. أنا رح أدعي اللجنة بكل وزاراتها المعنية بترسيم الحدود. مقاربة الأمر حيكون بشكل هادئ مع قبرص وسوريا، وبالتالي لمصالح البلدين جميعا، قبرص وسوريا ولبنان، وفق القوانين العالمية وفق القانون اللبناني. بالتالي هذا الموضوع شوي خلينا نكون صريح، مش حيكون حنتسرع فيه ومباشرة هيدا الأسبوع والأسبوع الجاي وإلى آخره، لا، حناخد وقتنا شوي لحتى نعمل قراءة عملية ترضي جميع الأطراف، قبرص وسوريا ولبنان. بالتوازي دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة الخميس لمناقشة المرسوم الذي وقعه عون باستقالة الحكومة، وكان بري أكد في حديث إلى الشرق الأوسط أن الحكومة مستقلة بموجب المادة 69 من الدستور التي تعدد حالات اعتبار الحكومة مستقلة ومنها انتخابات المجلس النيابي، وقال إن هذا الأمر لا يحتاج إلى قرار. المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب علي حمدان أكد لصوت لبنان عدم مقاطعة وزراء حركة أمل لحكومة تصريف الأعمال. رسالة فخامة الرئيس بخصوص لجلسة تطلع على البرلمان بتكون هي مفاعيل الرسالة. بالنسبة لوزرائنا طبعا رح يضلوا بممارسة تصريف الأعمال، الهدف انتخاب رئيس للبلاد، هذا هو الهدف الأساسي يلي بحل موضوع الحكومة وبحل موضوع البلد. ماذا في دستورية الرسالتين الموجهتين إلى رئيس مجلس النواب؟ قراءة دستورية مع الدكتور جورج يزبك. رسالة رئيس الجمهورية هي رسالة دستورية لا جدل فيها، سندا لصلاحيته المحددة في الفقرة 10 من المادة 53 من الدستور بمضمونها الملتبس وتوقيتها الصحيح. أما رسالة رئيس حكومة تصريف الأعمال فصحيحة بمضمونها وملتبسة بتوقيتها، ما يقتضي ردها شكلا إلا إذا كان يفهم منها إرساء عرف جديد يتيح لرئيس الحكومة مخاطبة مجلس النواب بموازاة النص الدستوري الخاص بمخاطبة رئيس الجمهورية المجلس، علما أن رسالة ميقاتي اعتمدت فزلكتين لتبريرها: الأولى إسناد خطابه لبري إلى مرسوم رئيس الجمهورية بقبول استقالة الحكومة،
والثانية توجيه الرسالة إلى رئيس المجلس وليس إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس، ما يجعلها مجرد علم وخبر أو رسالة إعلان نوايا حميدة في متابعة الحكومة القيام بواجباتها الدستورية بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال. الموقف الدستوري الصحيح كان ليكون التالي: أولاً، قبول رسالة رئيس الجمهورية شكلا وردها لاحقا في الأساس بعد تلاوتها أصولا، إلا إذا كان للنواب رأي مخالف لجهة عدم صلاحية حكومة تصريف الأعمال في تولي مهام رئاسة الجمهورية وكالة، لكن دائما بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال، سندا للمادتين 62 والفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور، ومن دون دعوة الحكومة إلى الاجتماع. ثانيا، رد رئيس المجلس رسالة رئيس حكومة تصريف الأعمال شكلا لعدم الصفة ولعدم جوازها دستورا، أو الاكتفاء بأخذ العلم بمضمونها وإبلاغه إلى النواب. وكان من الأجدى أن ينتظر الرئيس ميقاتي الدقيقة الأولى من الأول من تشرين الثاني، أي بعد منتصف ليل الاثنين الثلاثاء، لتوجيه رسالة باسم الحكومة إلى رئيس المجلس، هكذا يؤكد تولي حكومته صلاحيات رئاسة الجمهورية وكالة. ولكان في هذه الحالة قد أعفى نفسه وحكومته من استئذان المجلس والخضوع له مسبقا من خلال العبارة التي ختم بها ميقات رسالته، وهي عبارة: ما لم يكن لمجلسكم الموقر رأي مخالف. نتابع النشرة وفيها بعد الفاصل. وصول الدفعة الأولى من لقاح الكوليرا. في بكركي استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي السفير الإيراني لدى لبنان، ثم التقى النائب نعمة فرام الذي حذر من فوضى جديدة من نوع جديد قد تؤدي إلى تغيير ديموغرافي هائل. صرخة كبيرة من نطلقها من هون من بكركي، لازم ننتخب رئيس بأسرع وقت ممكن. هذا شيء نحن كنواب باسم شعب يلي انتخبنا، يلي نحن بس منتحاسب منه، لا من كتلنا ولا من أحزابنا. نحن مؤتمنين على وجع شعبنا وعلى الحالة اللي عم بعيشها اليوم. أنا بعتبر أنه رئيس جمهورية لبنان مجبور يكون رئيس توافقي، لأنه هكذا دستورنا بيقول 86 صوت من النواب من أصل 128، ولكن هذا مش مستحيل، لأنه أنا بعتبر أنه في مواضيع أساسية متفقين عليها بلبنان اليوم. عهد عون يثير الجدل بين الوعود والأوهام. راني عبيد. يا شعب لبنان العظيم، ست سنوات من عمر الوطن شغلتها الخطابات والوعود والتطمينات. الرئيس ميشيل عون وفي خطاب القسم وعد اللبنانيين بخطة اقتصادية شاملة. إذ لا يمكن أن نستمر من دون خطة اقتصادية شاملة مبنية على خطط قطاعية، فالدولة من دون تخطيط لا يستقيم بناؤها. ومن ثم طمأنهم أنهم على موعد مع دولة تسهر على حقوقهم وأمنهم واستقرارهم. اطمئنان اللبنانيين إلى بعضهم البعض وإلى دولتهم بأن تكون الحامية لهم والمؤمنة لحقوقهم وحاجاتهم، وأن يكون رئيس الجمهورية هو ضامن الأمان والاطمئنان. واقعيا حلق الدولار في مدن سوريالي مقابل الليرة اللبنانية، مما شكل أزمة معقدة في القطاعات كافة، في تأمين الغذاء والدواء والبنزين والطبابة. اجتماعيا علت صرخة المواطنين وتجسدت في ثورة 17 تشرين احتجاجا على الواقع المرير الذي بدأ بخبر زيادة 6 سنتات على الواتساب. الرئيس عون علق على الحدث أنذاك واعتبر أن المشهد كان يجب أن يكون إيجابيا، بس مع الأسف المشهد ما كان لازم يصير، وصرختكم كان لازم تكون صرخة فرح بتحقيق طموحاتكم وأحلامكم.
الرئيس عون وعد بمكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة واستقلالية القضاء. كل يوم كنت أحكي عن محاربة الفساد، بدكم ترجعوا الأموال المنهوبة أكيد ضروري ترجع، وأنا يلي عم طالب إن ترجع. لليوم صار مبين مليارات من الموازنات السابقة عم يتدقق فيها بديوان المحاسبة، ونترك القضاء يحاسب، سياسي بيشرع وبيراقب، أما المحاسبة بتكون من خلال القضاء. رح كرر اليوم إنه أنا سقف الحماية للقضاء، وإذا في حدا بيتدخل معكم حولوه علي. أعزائي، الأموال نهبت والودائع تبخرت واقتحام المصارف مشهد يتكرر من دون نهاية. أمنيا انفجار لبل تفجير سحق العاصمة وأودى بأبنائها. كان يعلم أو لم يكن يعلم، النتيجة واحدة، تدمير عاصمة وقتل شعب وحجز للعدالة. الرئيس عون قال أنذاك العدالة ستطبق. أنا العماد ميشيل عون، تعرفوني بالحرب، تعرفوني بالسلم. هون ما راح يكون في حدا صغير ولا حدا كبير، أبواب المحاكم راح تكون كلها مفتوحة قدام الكبار والصغار. بعد عام على تفجير 4 آب جدد عون المطالبة بالقضاء النزيه والعادل. كرمال جروحات اللبنانيين المفتوحة وكرمال التاريخ نعم للتحقيق النزيه والجريء وصولا للمحاكمات العادلة، نعم للقضاء القوي يلي ما بيتراجع قدام صاحب سلطة مهما على شأنه. أبواب المحاكم أقفلت في وجه العدالة بسبب التدخلات السياسية والهرطقات القضائية. أما في الانتخابات النيابية فقالها عون: إذا بدكم يعني احكي اسكتوا. قد لا يكون الرئيس الوحيد الذي أوصلنا إلى هنا، لكنه شارك مع سواه من أهل السياسة والمال الذين يعتبرهم اللبنانيون كابوسا يجب أن يرفع عن صدورهم. راني عبيد، صوت لبنان. حلف بغداد تقرير ضمن سلسلة رئاسيات. عام 1955 كان عام حلف بغداد، وكان أيضا عام الاتحاد السوفيتي الذي أعطته مصر فرصة الدخول إلى المياه الدافئة التي كانت حكرا على الأسطول السادس الأمريكي والأساطيل الغربية. البداية بدأت مع شراء عبد الناصر أسلحة من تشيكوسلوفاكيا بتشجيع من موسكو. ويروي خليل تقي الدين سفير لبنان في القاهرة أن الرئيس عبد الناصر استدعاه وأطلعه على صفقة الأسلحة وقال له: ما دامت أمريكا وبريطانيا وفرنسا تمنع عني السلاح الضروري لأحارب به إسرائيل فكان لابد من شراء سلاح تشيكي، ووعدتني روسيا بالمزيد، وسيكون عندي من السلاح ما يكفي لمد الجيوش العربية بها. اذهب إلى بيروت واطلب باسمي من الرئيس اللبناني كميل شمعون أن يؤيدني في خطوة هذه، واقصد قائد الجيش فؤاد شهاب وادعه باسمي لزيارة القاهرة وليأخذ ما يشاء لتسليح جيشه، وهذه هبة مصرية دون مقابل. أيد الرئيس شمعون عبد الناصر واعتذر فؤاد شهاب عن عدم تلبية الدعوة. وزير الشؤون الاجتماعية إكتار الحجار طمأن في حديث لبرنامج نقطة على السطر من صوت لبنان إلى أن بطاقة أمان ستسري خلال أيام. عمليا نحن من وقت اللي جينا لليوم كان في بلبنان تستفيد 32 ألف عائلة باللبناني مساعدات. نعم. كان قدر يعني كان تقريبا هال 32 ألف عائلة ما بيتقاضوا بالمليون دولار مجموعين. صحيح. اليوم عندنا 150 ألف عائلة من برنامج الأكثر فكرا ومن برنامج أمان، 150 ألف عائلة بيتقاضوا تقريبا بال 24 مليون دولار،
ونحن رايحين لنعلن محطة دعم على المستوى التربوي. هلأ كنت عم بحكي مع ضيفتك أنه ناطرين من الوزير يكون شوي خف الضغط عليه السفر تنعلن مرحلة التسجيل بالمدارس الرسمية وبالمعاهد التقنية ما بين 8 سنين و 18 سنة. هذا الموضوع تم التحضير له، كل المستفيدين من برنامج أمان بيقدروا يستفيدوا أولادهم اللي موجودين على 3 مستويات، التسجيل والقرطاسية وبدل نقل. اليوم وبكرة وبعد بكرة عنا رسائل رح توصل لحدود 76 ألف عائلة من برنامج أمان. في عنا عائلات جديدة وفي عنا عائلات قديمة. أعلن وزير الصحة فراس الأبيض وصول الدفعة الأولى من لقاح الكوليرا بدعم من الحكومة الفرنسية. كما حكينا المرحلة الأولى اللي هي خاصة العاملين الصحيين. بخصوص 600 ألف، نحن توافق من الجمعية الدولية للتنسيق اللي هي جزء من منظمة الصحة العالمية على طلبنا ب 600 ألف جرعة. صار في تمويل تأمن من المنظمات الدولية، وهون دور كتير كبير عم تلعب في المفوضية العليا للاجئين بهذا الموضوع. نحن نتوقع وصولهم في فترة لا تتعدى 10 أيام، وحيكون في إطلاق لحملة على صعيد الوطن بمراحل. هذه الحملة نحن وتفاصيلها حنعلن عنها إن شاء الله بعد أسبوع. أكدت السفيرة أنغريو بدورها وقوف فرنسا الدائم إلى جانب لبنان، وأوضحت أن دفعة اللقاحات ستوزع بدرجة أولى إلى اللبنانيين في المناطق المصابة، وأضافت إلى أن فرنسا إلى جانبها الاتحاد الأوروبي ستساعد مؤسسات المياه في لبنان، لكن المشروع بحاجة لتمويل إذ أن الكوليرا ظهرت نتيجة اهتراء البنى التحتية. vont prioritairement protéger le personnel soignant libanais qui est en première ligne dans la lutte contre cette épidémie, comme vous en avez émis le souhait, Monsieur le Ministre, et je veux rendre hommage une fois de plus après le Covid au personnel soignant. Ce don va s'accompagner aussi d'un soutien concret sur le terrain, dans les régions les plus touchées, pour réhabiliter des infrastructures de traitement des eaux, là aussi sur un financement français que nous avons débloqué en urgence. أعلنت هيئة إدارة السير والآليات والمركبات عن استقبال معاملات التسجيل لدى فروع مصلحة تسجيل السيارات كافة، وذلك يوم غد والأربعاء من هذا الأسبوع، كما تسلم رخص السير والسوق خلال هذين اليومين. أما بالنسبة للكشف الميكانيكي فإن هيئة الدكويني ستفتح أبوابها يومي الخميس والجمعة من هذا الأسبوع لإنجاز معاملات الكشف على الآليات كافة. ارتفعت أسعار البنزين 95 أوكتان 38 ألف ليرة والبنزين 98 أوكتان 39 ألف ليرة، كما تراجع سعر المازوت 48 ألف ليرة وسعر الغاز 13 ألف ليرة لبنانية، وأصبحت الأسعار على الشكل التالي: البنزين 95 أوكتان 675 ألف ليرة، البنزين 98 أوكتان 690 ألف ليرة، المازوت 808 ألف ليرة والغاز 410 ألف ليرة لبنانية. النشرة مستمرة وفيها بعض الفاصل. استهداف مصادر الطاقة يقلق أوكرانيا. أهلا بكم من جديد. لفتت وزارة الخارجية الإيرانية إلى أن تدخلات الدول الغربية ومواقفها غير المسؤولة أدت لاستغلال الاحتياجات من مثيري الشغب، رافضة هذه التدخلات والإجراءات غير البناءة من جانب هذه الدول، وقالت أنه يمكن التوصل لاتفاق بشأن إعادة تفعيل الاتفاق النووي في حال وجود إرادة سياسية أمريكية. لفتت الرئاسة الأوكرانية إلى هجوم روسي كثيف على منشآت الطاقة في مناطق عدة، مشيرة إلى إغلاق محطات قطار كييف بعد القصف الروسي الذي استهدف العاصمة. إلى ذلك أعلنت كييف أن 12 سفينة حبوب غادرت الموانئ الأوكرانية اليوم بموجب اتفاق الحبوب.
تزامنا كشفت بريطانيا أن روسيا نشرت 1000 جنود الاحتياط عند الخطوط الأمامية في أوكرانيا. ومن أخبارنا العامة أيضا، أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن الولايات المتحدة ثابتة في التزامها بمساعدة أوكرانيا في تلبية احتياجاتها الأمنية الفورية وطويلة الأجل، مشيرا إلى أنه تم تأمين المزيد من أنظمة الدفاع والمعدات العسكرية التي يستخدمها الأوكرانيون بشكل فعال للدفاع عن بلادهم. والآن إلى صفحة رياضية مع رومان طنوس. بداية أخبارنا الرياضية ببطولة لبنان لكرة القدم، تعادل طرابلس والسلام صغرتا بنتيجة 1-1، كما حقق الأنصار الفوز على حساب الإخاء الأهلي علي بنتيجة 3-0. إلى ذلك فاز منتخب لبنان للرغبي بنتيجة 74-12 على منتخب جامايكا بالمرحلة الأخيرة من الدور الأول لبطولة العالم 2022، وبهذا الفوز بيكون ضمن التأهل المباشر لبطولة العالم المقررة بفرنسا سنة 2025. إلى ذلك وبطولة الدوري الإيطالي بكرة القدم، خسر لاتزيو أمام سالرنيتانا بنتيجة 3-1. وبالدوري الإنجليزي الممتاز، حقق فريق مانشستر يونايتد الفوز على ضيفه ويست هام يونايتد بنتيجة 1-0، وحقق فريق أرسنال الفوز على نوتنغهام فورست بنتيجة 5-0. أما ببطولة الدوري الفرنسي بكرة القدم، حقق نيس الفوز على حساب لوريون بنتيجة 2-1، كما حقق موناكو الفوز على حساب أنجي بنتيجة 2-0، وحقق ران الفوز على مونبلييه بنتيجة 3-0. وبالدوري الإسباني بكرة القدم الليغا، تعادل فريق ريال مدريد مع ضيفه جيرونا بنتيجة 1-1. وبأخبارنا أيضا، وضمن استعدادات لبطولة غرب آسيا، حقق منتخب لبنان للسيدات بالكرة الطائرة الفوز على نظيره الأردني بنتيجة 3-0. وننتقل لأخيرا إلى الأحوال الجوية. الجو اليوم غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بين 19 و 26، أمطار خفيفة متفرقة أحيانا بتشتد مساء، رياح جنوبية غربية بسرعة بتتراوح من 15 ل 25 كيلومتر بالساعة ونسبة الرطوبة 62%. بكرة الجو غائم جزئيا مع انخفاض إضافي بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بين 19 و 24 درجة. الأربعاء الجو غائم أيضا مع استقرار بدرجات الحرارة مثل نهار الثلاثة بين 19 و 24 درجة. الخميس الجو غائم صباحا مع ضباب على المرتفعات من دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة يلي بتتراوح بين 19 و 24. كمان بنوصل للجمعة والجو بيرجع مشمس إجمالا والحرارة بتسجل بين 18 و 24 درجة. النشرة انتهت، تابعونا عبر موقعنا vdl.me ومواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بنا Voice of Lebanon 100.5 وعلى الابليكيشن. شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.